طيب انا جاي اكلمكم بقى عن رحلتي الشخصيه، يكون سريعا يعني. ده التايم لاين بتاعي، انا خريج دفعه 2018 جامعه طنطا. فاول مره اتعرض للاندودونتكس كانت في اكتوبر 2016، تمام. كنت داخل بري كلينيكال اندو في اللاب، لسه بقى اتعلم افتح اكسس وهكذا، والرحله حاليا واقفه عند نوفمبر 2021. هل الرحله دي تساوي اي شيء في الكارير عموما؟ ولا اي حاجه، it's just the beginning، تمام. نتكلم في 5 سنين مهتم فيهم بالاندو، وتقريبا مهتم فيهم بالاندو والريستوراتيف دنتستري بس. اي حاجه تانية بعرف البيزكس اللي نجحني في الكليه، ومش عايز ابراكتس الحاجه دي، تمام. انا عايز ابقى سبيشالست. اوكي، تعالوا نشوف بقى في 2016 ايه اللي حصل معايا. انا كان حظي حلو جدا ان انا وانا في 2016 قبل ما اخش الكليه، اول حاجه اتفرجت عليها كانت دكتور الين الينا سيل، تمام، من ريل وورلد اندو. انا ما عرفتش قيمه الحاجه دي غير ساعه لما بعد كده بدات ابراكتس، ان فعلا كان الامور اسهل كتير بالنسبه لي، تمام. الشانل بتاعته موجوده على اليوتيوب، بينزل محاضرات وبينزل كيس بيست ليرنينج وبينزل فلوجز وبينزل كويستشن اند انسرز. انسان عظيم جدا يعني، ربنا يبارك فيه، تمام. انا كمان شفت له الكورس بتاع سبير اديوكيشن مع دكتور دينيس بريف. الكلام ده فضلت عاكف عليه السنه بتاعت 16 17، السنه الدراسيه بتاعت سنه ثالثه اللي هي رابعه اسنان، تمام. قبل البكالوريوس بسنه. طيب بعديها بقى في البكالوريوس، قبل ما ادخل العياده لاول مره، رحت كورس من امتع الكورسات اللي حضرتها في حياتي، كان كورس اندودام تي، تمام. دكتور محمد حسام، دكتور محمد نجيب، دكتور وليد كردي، ودكتور محمد علي شلبي. اتمنى في يوم من الايام الكورس ده يرجع يتعمل تاني. فعلا الدايفرستي بتاعت السكولز والباك جراوند اللي جاي منها، كل دكتور فيهم ادتنا ثقه علمي رهيب. يعني مثلا دكتور وليد كان بيشرح الروتري انسترومنتيشن، دكتور محمد نجيب كان بيشرح مانوال فايلينج، جاء بعديها دكتور محمد حسام راح جاي مدينا محاضره عن الريسبروكيشن، واتكلم فيها بقى عن غسان يارد، واتكلم فيها عن الريسبروك فايل، وادانا سكوب تاني خالص. بغض النظر انت هتتابع ايه، الناس دي كان عندها امانه شديده جدا ان هي تدي لك كل المتاح، تمام. بعديها في نوفمبر 2018، بعد ما خلصت سنه رابعه اللي هي البكالوريوس واتخرجت وانا داخل امتياز، اخدت كورس لدكتور اشرف سمير رفاعي. انا مش قادر اقول لكم الكورس ده غير في وجهه نظري قد ايه، في النظره للعلم، نظره لطريقه حتى البرزنتيشن. انا كنت قبل كده بشرح الى حد ما كويس، بعد ما حضرت الكورس ده اكتشفت ان انت تعمل برزنتيشن انت لازم تكون مخرج، انت لازم تكون تكتب سكريبت وسيناريو، حاجه يعني فوق الخيال، تمام. بعديها دخلت بقى 2019 امتيازي، والسنه دي انا اتجوزت، تمام. فكان لازم بقى نشتغل ولازم ننزل اعداد، فكان لازم ساعتها ان انا اهتم اكتر بالاندو. وطالما انا اتعلمت كويس، ده مش معناه ان انا هشتغل كويس، لازم يكون معايا سوبرفايزر. ما ينفعش ان انا اكون بشتغل كده واقول ان انا اجمد واحد في العالم، تمام. وجاء هنا دور ان انا اشكر كل دكاتره الكليه او المعيدين اللي انا اتعلمت تحت ايديهم، دكتور محمد صلاح ودكتور مريم ودكتور احمد سالم ودكتور ايه ودكتور محمد فوزي. يعني الناس دي ليها فضل كبير جدا عليا، انا خدت معاهم 3 شهور اندو، تمام. في معيدين كتير كمان ساعدوني، انا والله مش قادر ان انا اذكر كل الاسماء، يعني دول اكتر ناس كنت بروح اسالهم، تمام. فالناس دي وانا في الكليه كان في الاول بيعملوا لي زي ايه، بيعلموني كيس ديفيكالتي اسيسمنت كده، اللي هو انت دلوقتي خد بس الكيسز دي. بعد شويه بقيت بطلع شغل كويس، قالوا لي طب بص خد بقى كيسز ريتريتمنت، او خد كيسز مودريت ديفيكالتي مثلا. وبعد كده بقينا نتناقش كمان على البرايفت الهاي ديفيكالتي كيسز نعمل فيها ايه، واحيانا بنعمل بعمل لهم ريفير، تمام. طيب بعد كده دخلت وقلت لا انا عايز بقى احضر بوست جراد ستاديز. ففي اكتوبر 2020 رحت عملت ام ار دي، تمام. ستيل انا لسه ما خلصتهاش ومتوقف حاليا، بس ان شاء الله انا ارجع. فكان الانستراكتور بتاعي في الاندو ساعتها دكتور احمد سليمان. دكتور احمد سليمان معاه ام اف دي اس، معاه ماستر اندو، وبيدرس في جامعه نيو جيزه. البرزنتيشنز بتاعته يا جماعه سو سيمبل، بيحط ريفرنس تحت كل سلايد، فدي حاجه انا اتعلمتها منه. بيقول لنا اقروا مثلا البيبرز الفلانيه، ولو عايزين البرزنتيشن خدوه، بس الفكره في ايه؟ ان البرزنتيشن مش مفيد ليك كطالب ان انت تاخد مجهود الدكتور تقعد تقراه، انت كده بقيت كوبي كات.
انت لازم تقرا بنفسك، لازم تتعلم انت بنفسك، وما تقرا تروح تساله في الحاجات اللي وقفت قدامك. هو ده بقى الليدر اللي بيقول لك اعمل كذا. تمام. بعديها من حسن حظي ان اخدت كورس برضو في دنتال جاليري في الام ار دي مع دكتور وائل سعيد. تمام. دكتور وائل انسان انوفيتيف جدا، عمل كام سكوب، عمل سيف كلين اللي حاليا انا بشتغل بيه طول 2021، وحرفيا ما اقدرش استغنى عن النيجاتيف بريشر اريجيشن، لان انا معظم شغلي اندو، مثلا اكتر من 80% من الحالات اللي بشتغلها اندو وريستورتيف بس. تمام. فده يعني كان ليا الشرف ان انا اتعرفت عليه واتكلمنا بعد كده، وهو انسان عظيم جدا. بعديها بقى جات سنة 2020 في نهايتها ديسمبر 2020، واتعرفت على دكتور عصام زعتر. تمام. دكتور عصام يا جماعة يعني هو علمني بدون ما يكلمني، يعني علمني ازاي تو جيت ذير حرفيا، ازاي بيحط كمية ريفرنسز في سلسلة المحاضرات اللي بيعملها على يوتيوب مش طبيعية. يعني انا والله بوقف الفيديو اكتر من 5 6 مرات علشان بس اخد سكرين شوت، او علشان اروح على باب ميد اشوف البيبر اللي هو حاططها وانزلها واقراها، اطلع الكونكلوجن واخد سكرين شوت للكونكلوجن بتاعي عشان احطه في الاندونتيك لايبراري اللي انا عاملها على اللابتوب. فبجد انا يعني بشكره جدا، واكشلي يعني السيريز اللي انا بعملها بتاعت كايزن اندو دي ديديكيتد فور هيم اند كل الناس اللي انا علموني ازاي اعمل ايفيدنس بروسيسنج. ف this is my tribute to them. 2021 بقى دي كانت السنه اللي في بدايتها قلت خلاص انا هبدا اشتغل اندو بروفيشنالي، فتعرفت على 3 دي كليننج بروجكت وعلى الدكتور العظيم الفريدو ايندولو. دكتور الفريدو له كذا ارتكل نازله باسمه بيتكلم عن ال 3 دي كليننج بروتوكول، بيتكلم برضو عن الهوت موديفايد تكنيك في الاوبتيريشن، وانا اكشلي استخدمتها كذا مره وطلعت معايا نتائج عظيمه جدا. فبرضو كل دي مع وقتها هنشارك مع بعض الخبرات دي، وهنعرف اكتر في السكوب بتاع الكايزن اندو، هنعرف ان في كام حاجه كده هنتكلم عليهم في الاخر جاي دلوقتي هتخلي التعلم ألذ. هي كانك بتتفرج على فيلم، مش مجرد، او بتتفرج على برنامج تلفزيوني، مش مجرد قاعد بتذاكر وحاطط دماغك في الورقه والكتاب والقلم، او قاعد بتتفرج على حالات لحد بيعرف يشتغل كويس قوي بس انت ما عندكش الامكانيات بتاعته. تمام. انت I will try to teach you how to do the best you can with what you already have. اوكي.